مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من بلا طول سيرة. بوقت الأزمات الكبرى الإعلام إما يقدم الخبر ويصنع المعلومة، أم يقدم الشائعة ويصنع التوتر، أو بيقدم ما يريح ويصنع ما يبدو سخيف. شو عنا الليلة؟ منشوف العناوين. الليلة في بلا طول سيرة، كيف تعامل الإعلام مع حدث استقالة الرئيس سعد الحريري؟ هذا الاستوديو بهدوء. خرائط لبنان جيولوجية غير دقيقة، هل بنيت دراسات النفط اللبناني على أخطاء شائعة؟ سيارة مش عم تمشي، بدنا حبايب مش هدف. هالسيارة مش عم تمشي، ماذا يقول أشهر ميكانيسيان في لبنان؟ بيتي توتل ومسرحية جديدة، من الباسبور إلى الفريزر. خلاص صار بدها فريزر. لاعب كرة القدم محمد فعور والمرض الغامض، ماذا تعني الإصابة بنور وبهجت؟ وفي الحلقة أبرز التحولات في التفكير الطبي، المختبر خارج المختبر. وحنا السكران، أرمني أم طرابلسي؟ كل هذه المواضيع وأكثر الليلة في بلا طول سيرة. للمشاركة مباشرة على الهواء 01-48-48-80، الخط الساخن 03-746-108، zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام. الأحداث التاريخية قبل ما تدخل الكتب بتكون خبر على التلفزيون. بفقرة التاريخ عندما كان خبرا على التلفزيون اخترنا الليلة اتفاق الطائف. أقر مجلس النواب اللبناني اتفاق الطائف بمثل هالأسبوع من 28 سنة، تحديدا بخمسة تشرين الثاني 1989. المناسبة ذكرت بالأخبار مرة وحيدة هالأسبوع على الجديد بتغطية زيارة ام في الأربعة الرئيس حسين الحسيني إلى الرئيس سليم الحس. قبل ما يكون في اتفاق الطائف وقبل ما يكون هالاتفاق حدث تاريخي، كان خبر على التلفزيون. بدأ هالخبر بلحظة توجه النواب إلى مدينة الطائف بالسعودية. كيف تابع اللبنانيين هالخبر؟ منرجع إلى الأرشيف ونشرة أخبار الـ LBC بالـ89. تسع نواب من المنطقة الشرقية انطلقوا الساعة 10 من القعدة الجوية بأدنى باتجاه لرنكا على متن طائرة هليكوبتر، على انه ينتقلوا بطائرة أخرى من لرنكا للطائف. احنا لعنلك على بركة الله يتوجه النواب للقيام بواجبهم المصيري بالنسبة لسيادة لبنان واستقلاله. أكرر كلنا بالرأي زيته، سيري فعين الله ترعاكي. خلاص. جهاد حنان، ايوه، حسمان الدنا، حبيب كيروز، اوغست باكو، صبحي ياغي، وعلى الاحتفاظ بالالقاب ما تركزونا، ميشيل سيسيل، جبران طاق، ادوار حنان، جورج سعادي، وبيير دكيش، حدا ما طلع اسمه؟ كلنا حاضرين. كانت التغطية على طريقة الرياليتي. المراسلة بهالتقرير هي الزميلة العالمية ريتا مهنا غالب، الموجودة معنا هلأ بغرفة العمليات ولكن من دون عوانات الشمس. ريتا مهنا بيعرفها جيل من مشاهدي التلفزيون بلبنان من خلال عملها بنشرة أخبار الـ LBC بين الـ 1985 والـ 1990. أهلا وسهلا فيك. أنا كتير سعيد وكتير بيعني لك، كتير بيعني لي وجودك معنا اليوم. من بعد مرحلة الـ LBC بالتسعينات المشاهدين تابعوا ضيفتي على الـ MTV بنشرات الأخبار، وبالسنوات الأخيرة كان عندها إطلالات متفرقة ببرامج اجتماعية حوارية على سات 7 وتليلومير. غيرت كتير الاتجاه. صحيح. اهلا وسهلا فيك. حبينا تكوني معنا بغرفه العمليات ليكون الجو حميم اكثر. حلو. وكان هيدي الطريقه الوحيده لانعك تجي، لانه ما كان بديك. اشتقنا لك. تسلم، ميرسي. عن جد جو كثير حلو، فوقتني رجعت عليه، لانه عن جد تاريخ اللي عرضته الريبورتاج هيك ذكرني بالايام اللي كنا نشتغل فيها بهالحماس لعملنا.
نعم، بفترة يعني تخطيطك لاتفاق الطائف وما قبل الطائف، كنت حاسة انه انت جزء من التاريخ؟ ليك اذا بترجع لإلي انا شخصيا يمكن ما كنت بحس، كان خبر مثل العادة، مثل كثير اخبار كنا عم نغطيها سياسي، بس كان عندنا مدير الاخبار إلي صليبة الله يرحمه، كان عم بيقول لي عارفه بشو عم بتساهمي؟ اتفاق وطني كثير كبير انه هيدا بالتاريخ بده ينزل. يعني كان كل همه يعيشنا الحدث وعن جد عشناه، لان كان هيدا المخرج الوحيد بهديك الفتره انه وقف الحرب لنقدر نرجع نعيش طبيعيه من بعد العنف اللي كان عم بيصير. نعم، واليوم بعد ما شفتي هالمقطع يعني شو الذكريات اللي تذكرت؟ بتعرف واحد هو واعزب انه هلا بتعرف تجوزت، صار عندي غير اهتمامات وغير توجهات، بس بيبقى عم عايش الخبر مزبوط، وبيبقى من عبكرة العشية ملاحق الأخبار، لأن اليوم ما فيك تغيب عن حدث، يعني بتترك هلا تفوت لتشرب فنجان قهوة بيكون صار شيء وراك، خصوصا هلا بالمجال الإعلامي صار كتير كبير وكل تكي في حدث عم يوصل لكل الناس. انت رجعت اشتغلتي مع ارليت بالام تي في بعدين بالاخبار، اشتغلتوا سوا؟ صحيح. كمان هي مفاجاه لي ارليت هون. بتحن اليوم للاخبار انك ترجعي بالتغطيه او للنشرات الاخباريه؟ ليك ما كثير فكرت فيها يعني بصراحه، لان صرت بعالم ثاني، بس حتى الخبر وقتها بيمرق على الشاشه انا صرت اشوفه من غير زاويه. يعني بتذكر من فتره وقتها كان رصاص الطائش كان عم يطلع وعم بيروح كثير في ضحايا، كثير انقهرت، كانت الساعه 6 الصبح انا نمت نايمه على هذا الخبر ومزعوجه، وحضرته على فوق عندكم على الفيوتشر. ثاني يوم الساعه 6 الصبح هيك وعيت كتبت مقالي، اكيد ما عرضتها بس لانا فيش خلقي، لان بعد الاحساس الشغف بالمهنه بضل مرافقك جوا، بحس بدك تعبر بالكلمه ولو ما فيك تحطها، لانه بتسمي الاشياء وقتها بتكون انت موجوع بتسمي الاشياء مثل ما هي، مش ما في منك عم تشتغل ولا لطرف، بتبقى عم بتقول اشياء مثل ما هي، بتنبسط انه فشيت خلقك بس على القليله بالكلمه. نعم. ايه قبل كانوا اسالها هيك، قبل كانوا الريبورتورية، يعني الريبورتر هو ستار بمحل من المحلات ونجوم يعني كانوا على الشاشه، اليوم غير بعتقد النظره، انت وقاعده بالبيت كيف بتشوف المراسلين الجداد يعني التغطيات؟ ليك يمكن ستار انه ما بدي اقول عن، بس يمكن لانه نحن كان في تيلي ليبان ما كان في كثير عندهم مراسلين، وبلشنا نحن كنا الوحيدين على الساحه، وكان قادرين نروح نحس عن جد عم نتصيد الخبر، يعني حتى اذا في اجتماع ما اجت بعد ال بي سي ما يبلشوا فيه ناطرينا لنجي نصورهم، ونحن يعني نقرر انه بليز بدي بس دقيقه منك، احلى ما قصهم بالمونتاج، كان فيها الحريه. وبعدين كل الوكالات الانباء كانوا ناطرين انه اذا بيطلع على ال بي سي هذا الخبر هن بيحطوه، والا يعني بهم شو اذا بدك تتذكر اللي نقوك لك تكون انت بالطائف؟ لكن ما كان في، يعني نحن كلنا كنا نشتغل كل شيء بصراحه. هلا كان في علاقه كثير هيك مثل ابويه بيني وبين المدير الاخبار، كان يقول لي بدي اياك تتصيدي الخبر، يعني في مره بتذكر بالتلفريك على الاولاد قال لي بدك تبقي إيه؟ اذا بدك مزبوط تعملي صحافه بدك تلاحقي، انا غطيته للساعه 8 لشت الساعه 8، قال لي خليكي لولا تاني يوم الصبح لحتى حرام تكوني عشتي نص الحدث وتتركي الثاني. وفعلا بس اليوم كمان المراسلين نجوم، بس تحضريهم اكيد يعني ما بتحسي مشي او الثغرات بالعمل الاعلامي اليوم على التلفزيون؟ يعني شو بيعجبك وشو ما بيعجبك بنشرات الاخبار؟ هلا نحن كان عندنا جانب من الحريه وكان شوي قادرين نسيطر على الاشياء، هلا بتحس اوقات انه بدهم ياخذوا الخبر يلي اصلا الوزير او النائب مع احترامي لكل الاشخاص هو بده يسوقه، يعني في اوقات في اخبار مبينه انه عم تتسوق اكثر ما انه ايه مزبوط علاقات عامه، كل صحافي عم بيكون تقريبا على حساب شخصيه معينه. وانت من الجيل اللي غيروا وجه الاخبار وكيف يكون المراسل، انه المراسل هو عنصر اساسي من نشره الاخبار. صحيح. ومش بس يعني المذيع اللي عم يقرا النشره، بتحس اليوم النشرات اللبنانيه يعني تواكب هذا التطور بعدها يعني ماشي على نفس المسار او غيرت تماما بالعمل الصحافي؟ لا في
من كل شيء بصراحه. طبعا بس ناخذها نحن اشياء بس نعم. لنا لا هلا في اشخاص بتلاقيهم نعم. انه عم بيراسلوا بنفس الوقت عم بيزيعوا نعم. الخبر وفي بتعيشوا اكثر وقتها بتكون نعم. مراسل على الارض. عن جد انه انا اشتغلت بالشغلتين لتذيع بتصير مثل في كادر معين بتضلك فيه وبدك تمثل الشاشه بهيدا نعم. الوجه يعني بعتقد وقتها كمان طالعه بعوانات الشمس يعني هيدي كانت تعتبر انه شو عامله لو في سوشيال ميديا وقتها يعني عملوا لك هاشتاج عوانات ريتا بتعرف يمكن لساعة 9 الصبح ما لحقنا ما كان في ميك اب يعني حكينا عن حدث امني كنت احب كتبت عنه تقرير غير الاحداث الامنيه ممكن تصير بالبلد شو اللي هيك بيلفتك تقولي يا ريتني موجوده على الارض تغطي كل المواضيع الانسانيه والاجتماعيه انا كثير بيعنوا لي بصراحه والجرائم اللي بتصير انه بحب ما بحب انه هيك تمرق خبريه وخلص عم ببسط انه في بعض هيك كمان مثل برنامجك بيرجع بيفتح الافق لو قطعت ايه بيرجع بيفتح وبصير يخبر اكثر عن هالحدث ما بينتهي بمجرد ما انه خلصت نشره الاخبار نعم. هلا انا في شغله كمان بتهمني انه الاخبار دائما طبعت بالجديه هلا بالمرحله تبعكم مع ال بي سي وبالثمانينات يعني دخل موجه جديده على الاخبار اللي هي اعطاء الجانب الخفيف من القصه نعم. ويمكن انت كنت عم تخبريني امبارح انه مثلا بالطائف كان عندك ستوري انه مين لبس النواب هن اختاروا ثيابهم بالشنطه او زوجاتهم خبريني عن هالتقرير وقد ايه كان يعني كنتوا تشوفوا انه في نظره ثانيه او زاويه ثانيه ممكن تعطي الخبر الكبير بطريقه خفيفه اكثر صحيح. مقارنه مع اليوم الخفه اللي وصلنا لها بتناول الاخبار هلا كان مزبوط انه موضوع سياسه اتفاق الطائف اخذنا منه الجانب اللي بيريح الناس اليوم حرب وهيك بدك تبسطهم وكان عندنا نشره ثانيه نشره اخر ساعه كنا نسميها كنا اوقات نعمل الريبورتاج للساعه 8 يكون جدي هالقد مثل تقارير العادي شو عم بيصير وناخذ الموضوع زيته ناخذه من ثاني زاويه تتغير بس الكلمات اوقات كم مقابله بناخذهم هيك مع دولي غانم كانت بالليل كمان مزبوط مزبوط انه كمان كانوا بعدك على علاقه مع يعني جيلك من اذا بشوفهم انه في بعض المناسبات القليله اللي بلتقى فيهم بس انه انا عن جد حاسه حالي بكوكب اخر لانه ابتعدت كليا نعم إيه؟ كنت من شوي هيك مبينه انه هيك الهوا ورح نبلش على الهوا سالتك اذا كيف بتذيعي هلا نشره على الهوا دغري بلشنا لايف كيف بتبلش النشره؟ اكوني شيء لقريب وهلا مبسوطه بالحوارات اللي عم تعمليها يعني الاتجاه الديني اكثر التربوي ليك بصراحة بحس في رسالة لازم نوصلها اليوم وقتها بتشوف معاناة يمكن هيك بمرقوا عليها شوي بالأخبار أو محيل أنا لا أنا كنت حب أعالج هيدي المشكلة وأفتح أفاق لموضوع تاني وين مسؤوليتنا كأهل وكعائلة وقتها بتليح الأصل إنه العائلة اليوم شو عم تزرع وين الحوار مع الأولاد بتعرف إنه أنت عم تبني لأجيال يعني اليوم بالنتيجة الأوطان كلها هي للجيل الجديد وللعائلة إذا فككت العيلة خلص بيتعم كل شيء فيه وقالت كيف الشغل مع ريتا بغرفة الأخبار تذكري الله هديك الأيام عن جد كنا نشتغل بكل كانت المسؤولة عنا بالام تي في او بالال بي سي وقتها لا كنا بالام تي في هي كانت مذيعة وانا كنت بالاخبار كنت بالقسم العربي والدولي مسؤولة عنه تحية انا بدي اشكرك يعطيك الف عافيه وان شاء الله اذا طالع على بالك يعني ترجع على الاخبار بعتقد نشاط الاخبار اليوم بحاجه للثقه اللي بتعطيها والنضوج اللي ممكن تقدميه على الشاشه اذا طالع على بالك واذا صار هذا الشيء جزء من الماضي ميرسي خليلي اياكم بس انا هلا اولادي لانه مسافرين ما في ارتبط بشيء هيك كتوقيت يعني بتنقل وبجي عم كون شوي حره بوقتي بس اكيد الشاشه بتجذب نعم. وهيدي المهنه فيها شغف ما بيقدر واحد يخلص منه ابدا نعم يعطيكي الف عافيه بعد الفاصل بتمنى لك النجاح شكرا بعد الفاصل كيف تعاطى الاعلام اللبناني مع حدث استقاله الرئيس رفيق الحريري مع الاستاذ او مع الرئيس الحريري مع ايمن مهنا بتقربوا بعض انت والاستاذ ايمن مهنا لا بس من العائله بريك وبنرجع بلا طول سيرة مستمر معكم بعد الإعلان